إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. الحمد Thank you.
وجنة عرضها كعرض السماء والأرض.
Thank you.
يا
يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة في يوم الجمعة فأحصيك للصلاة هدف، سيقول الله سبحانه وتعالى تسعى. يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة في يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع. صليتم على رسول الله بأبي محمد صلى الله عليه وسلم. طيب مشي في الأرض وسعي إلى العبادة ثم يفتح لنا الباب على مصراعيه إن كنت تريد القرب منه من رب الأرباب، فجعل بهذا الله الذي ما قرب رب الرحمن قاطبة. اسمع، سافروا إلى الله. اللهم صل على كرامة الفريق يا رب العالمين، ونحن نريد ان نتكلم عن لماذا لم أقل هذا الكلمة؟ لماذا لم أقل هذا من أحدهم؟
فإذا
يقول لهم بقوله والله ورب الكعبه تساوي الدنيا وما فيها. نقول لهم ان الله ولا تنسى 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 الله ولا تنسى
من عدد